بصبح على حضراتكم من جديد، ودلوقتي هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس المتوقعة، لكن بالتفصيل هيئة الأرصاد تتوقع أن النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، وبالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى السواحل الشمالية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء. كمان في فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن أحوال الجو المتوقعة النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة فاطمة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وإيه أحوال الطقس المتوقعة النهاردة؟ احنا طبعا اليوم مستمرين في ارتفاع درجات الحرارة، يمكن اليوم هيكون ايضا ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لان متوقع العظمى على القاهرة الكبرى تكون 37 درجة مئوية، فارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة في معظم محافظات الجمهورية، لان احنا بنتأثر بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا بيعمل على زيادة فترات استواء اشعة الشمس بالشكل الكبير، يعني عدم وجود اي سحب مؤثرة، بيؤدي لارتفاع درجات الحراره. كمان مصادر الكتل الهوائيه معظمها كتل هوائيه شرقيه قادمه من الصحراء الشرقيه او قادمه من كمان الصحراء شبه الجزيره العربيه، فمرتفعه في درجات حرارتها، فبالتالي الاجواء اليوم هتكون اجواء شديده الحراره على القاهره الكبرى ومحافظات الوجه البحري شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده خلال فترات النهار اجواء حاره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، لكن خلال فترات الليل فور غياب اشعه الشمس بتبدا درجات الحراره تنخفض بشكل تدريجي. بتكون ملحوظ اكثر انخفاض درجات الحراره في ساعات الليل المتاخر، فتره الصباح الباكر الى اوقات دي، يعني احساسنا بالطقس لطيف جدا، يعني احساسنا كمان بوجود نسب رطوبه بيكون اقل خلال فترات الليل بسبب وجود نشاط نسبي للرياح بيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه ويساعد ان انا احس بمزيد من الانخفاض في درجات الحراره. بالاضافه كمان الشبوره المائيه هي الظاهره الجويه المؤثره معانا بشكل كبير، شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق. الشبوره المائيه مع تكونها بيكون في ساعات الليل المتاخر وفتره الصباح الباكر، وبتؤدي طبعا زي ما قلنا في انخفاض للرؤيه الافقيه على الطرق، لكن ايضا هي بتبدا في التلاشي مع ارتفاع اشعه الشمس، يعني من الساعة 7-8 صباحا الشبورة المائية بتبدأ تتلاشي، الرؤية الأفقية بتبدأ تتحسن على أغلب الطرق. كمان اليوم معانا فرص سقوط الأمطار في بعض المناطق. بالمناسبة بقى للحديث عن سقوط الأمطار، هيئة الأرصاد الجوية بتقول إن هي في سقوط أمطار وممكن تكون رعدية في بعض المناطق، إيه المناطق اللي ممكن متوقع فيها سقوط أمطار وممكن هل تكون رعدية أم لا؟ بالفعل اليوم متوقع ان يكون معانا فرص سقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من جنوب البلاد، يعني تحديدا في اقصى جنوب البلاد عند ابو سمبل والاقصر واسوان، المناطق دي والامطار طبعا ممكن تكون رعديه احيانا نتيجه الارتفاعات الكبيره في درجات الحراره، وكمان بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين، لكن الامطار كلها يعني هي خفيفه وفرصها ضعيفه، يعني غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، وهتأثر على المناطق اللي في أقصى الجنوب زي ما قلنا. بالإضافة كمان ارتفاع درجات الحرارة متوقع أن هو يكمل معنا غدا السبت إن شاء الله، لكن قيم درجات الحرارة هتكون أقل من اليوم، يعني قيم درجات الحرارة السبت فقط يا دكتور منار، السبت فقط ولا السبت والحد؟ لا السبت فقط بإذن الله، يمكن كمان السبت العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 35 درجة مئوية من الحد. هنبدا نلاحظ اختلاف في درجات الحراره بشكل كبير، هيبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيبدا يعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه اللي هتحجب جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هيكون في انخفاض قيم درجات الحراره بمعدل 4-5 درجات في معظم محافظات الجمهوريه، اجواء خريفيه هتستمر بشكل كبير. هتستمر موجه الانخفاضات دي لمده قد ايه؟ انخفاض درجات الحراره ان شاء الله هيبدا معانا لحد ويستمر معانا حتى نهايه الاسبوع، العظمى على القاهره الكبرى هتكون ما بين 30-31 درجه مئويه، فهنحس بالفعل بالانخفاض. هيكون كمان في فرص لسقوط الامطار الخفيفه على بعض الاماكن من محافظات الجمهوريه، يعني هي امطار على المناطق الشماليه اكثر، وهتكون امطار خفيفه مش هتاثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه او حتى كمان اعمال الدراسه، لكن في المجمل هنبدا نحس بفرق درجات الحراره والاجواء الخريفيه من يوم الاحد
اللي جاي بإذن الله. يعني ممكن في الفترة اللي جاية نبدأ نتقل الهدوم شوية ولا نلبس برضو حاجات متوسطة؟ فترات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر تدريجيا من الأسبوع اللي جاي، أو يمكن أول ما نبدأ نحس إن في برودة في درجات في الجو أو انخفاض في درجات الحرارة بشكل كبير، لأن الانخفاض هيكون فترة النهار وفترة الليل الصغرى، فترات الليل هتبدأ توصل ل 21 درجة مئوية. فبالتالي هنبدأ نقول إن إحنا هنحتاج معانا قطعة ملابس إضافية خفيفة، أو يعني نضيفها للأطفال، أو جاكيت خفيف يكون معانا لو إحنا بنخرج فترة الليل المتأخر أو فترة الصباح الباكر. وكمان مهم ناخد بالنا من السبورة المائية بسبب كثافتها، لأنها بتأثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية، فلازم تكون القيادة بهدوء تام فترات الصباح الباكر على أغلب الطرق. بتكون مدة قد إيه أو إيه الفترة اللي بتكون فيها الشبورة المائية عالية؟ الشبورة المائية بتبدأ في تكونها في ساعات الليل المتأخر، وبتستمر معانا طبعا حتى سطوع أشعة الشمس، لكن الأوقات اللي بيكون فيها كثافة الشبورة المائية بشكل كبير تقريبا من الساعة 5-6 الفجر، الوقت ده بيكون فيه كثافة الشبورة المائية بشكل كبير، لأن درجات الحرارة في الوقت ده بتنخفض بالشكل الكبير. فتقريبا نقدر نقول من الساعة 4 لحد الساعة 7 صباحا الوقت ده تحديدا كثافة الشبورة المائية بتبقى يعني عالية بشكل كبير، وخاصة دايما مع وجود حالات استقرار في الأحوال الجوية مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، الأوقات دي لما يبقى فيها استقرار بيبقى فيه شبورة مائية ممكن تبقى كثيفة. أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جزيلا لك. ولأن مشاهدينا بنتابع معاكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وزي ما حضرتكم عارفين البداية دائما من القاهرة العظمى 37 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 37 25، إسكندرية 31 24، العالمين الجديدة 32 23، مطروح 31 23، دمياط 31 25، بورسعيد 32 24، إسماعيلية 36 24. أما بالنسبة للسويس 36 23، العريش 32 24، كاترين 33 16، طابة 35 25، حلايب 35 27، شلاتين 39 27، شرم الشيخ 40 29، الغردقة 39 28، الفيوم 38 23، بني سويف 39 22، الوادي الجديد 46 26، اسيوط 42 22، سوهاج 42 23، انا 45 26، الاقصر 45 26، اسوان 45 29. ودي كانت احوال الطقس ودرجات الحراره المتوقعه النهارده. خلينا نرجع مره ثانيه لشاذلي وليلى لاستكمال ما تبقى من صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي فاطمه.